السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أمير من قناة أمير كعب الزعيم. اليوم عندنا فيديو عن لعبة رولينج سكاي. طبعا قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسوا لايك شير وسبسكرايب، ولا تنسوا تضغطوا على جرس التنبيهات عشان يوصل كل شي جديد، ويلا خلونا نبدأ. طيب هاي الصفحة الرئيسية للعبة، زي ما انتو شايفين عندكم بحكي لك المراحل المميزة. طبعا احنا راح عندكم الهوم اللي هو الصفحة الرئيسية للعبة زي ما انتو شايفين. عندكم المرحلة، طبعا كل قطعة إلها إلها اللي هو مراحلها زي ما انتو شايفين، وهي أربعة كل قطعة زي ما انتو شايفين. طيب عندكم هاي على الصوت، كيف يعني على الصوت؟ هاي قد ما يكون الصوت أعلى يصير التحرك أسرع. طبعا هاي مراحل جديدة ومميزة، ولكن للتسليم ما يعني صعب شوي. طيب عندكم بحكي لك إذا بتفوز الليفل واحد بتربح 60 جوهرة، إذا بتخلص كل المراحل تربح 420. طب عندكم متجر كله بمصاري، طبعا كله بمصاري. عندكم إعدادات اللغة إنه تربط حسابك فزي هيك. طيب هاي إعدادات، اختيار الإعلانات، الموسيقى اللي تكتم، يعني تشتري إنه تربط حسابك زي هيك. إحنا راح نحط على مرحلة، راح نحط على أول قطعة وراح نحط على أول مرحلة ونبدأ. طيب هاي لما تبدأ أي مرحلة هيك راح يجيك. طيب عندكم عندكم انه اشارة القلب انه ترجع بعد ما تموت، يعني ما تخسرش المرحلة تكمل. عندكم الاجنحة انه اذا رحت على اليمين يمين بتنزلش وبتخسر، بتضلك طاير طبعا لمدة محدودة، يعني 5 ثواني او 7. عندكم درع اذا خبطتوا بإشي ما تتكسروش، بس روح الدرع. عندكم اللي هي الطابات، عندكم تختار الطابات اللي بدكم اياها. انا عندي كل الاشكال. طيب انا راح اختار لعيونكم، راح اختار اللي هي السيارة، راح نحط استخدام، هي اكتر واحدة مميزة. طبعا معاك اي طابة 3 مرات تستخدمه. فلعيونكم بنحط درع وطيران، ويلا خلونا نبدأ. شفتوا بضل طاير بدون ما يصير اي اشي اي اشي، ضلكم ماشيين بكل امان ولا في اشي. طبعا هيك التحكم، المربعات دايما لونها غير، هاي معناها في بدك تنط، هاي للنط او للقفز. فعندكم هاي زي هيك، وعندكم المربعات العادية عادي بتضل ماشي عادي. عندكم الاسهم اللي لقدام معناها بتوصلك لقدام زي ما انتو شفتوا هسه. عندكم شيك بوينت عشان اذا خسرت ما تعيدش من اولها، اشي ممتاز الشيك بوينت، ممتاز جدا، مفيد مفيد. زي هيك، وهيك بنكون انهينا المرحلة. فنحط ترك، ترك بنحط لا شكرا، و نبدأ المرحلة الصعبة اللي بعدها. طبعا المرحلة صعبة كتير.
طبعا انا اسف على الكاميرا اذا بتقطع، ولكن يعني انتو عارفين بصلح لسه بعض الامور، ولكن انا بسلك في القناة يعني بتوقفش عنها. زي ما انتو شايفين يعني مرح مسلي وفيها تركيز كتير كتير، تركيز يعني ممتاز بتفيد بالنسبة للتركيز. إذا اللي بده يركز في إشي في لعبة بنصحه في هاي. زي ما انتو شايفين أنا بحاول أركز معكم مع اللعبة، مش عارف أسيطر على الوضع، وهيك بنكون فزنا. نحط ترك، احط ترك، فخلص نتوقف لعندهم. بتمنى يكون عجبكم الفيديو، لا تنسوا لايك شير وسبسكرايب، ولا تنسوا تضغطوا على جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل شي جديد. كان معكم أمير من قناة أمير كعب الزايم، ومع السلامة.